رمضان إدريس من جمعية المنتدى بارورا. بدينا الخدمة تقريبا شي شهر هذا. كما كيعلم الساكنة كاملة كتعلم هنايا بأن راه بدينا داكشي على حساب البروغرام وهذا الخدمة مزيانة، وهادشي لاحظنا في الإبتسامات ديال الناس الساكنة ديال بارورا اللي كيهضروا على هاد الجمعية بأن راه قايمة بالواجب ديالها. وكما كيلاحظ الجميع بأن هرهورة خاصها ديما هاد المبادرة باش تبقى مدينة نظيفة. شكرا. حصيلة لا بأس بها من قارورات الزجاج والبلاستيك وبزاف ديال النفايات اللي كيلوحوها هنايا هاد الساكنة، وكنتمناو ما يبقاش يعاودوا يلوحوا هاد الأزبال هادي ويعاونونا ونحسوا بهم بأنهم دخلت لهم هاد الفكرة ديال مدينة هرهورة بدون أزبال. كاين بؤار على مستوى الشاطئ، وكاين بؤار على مستوى طريق السيار، وبؤار داخل الساكنة. للأسف الشديد خاصة هاد الشي يتحيد من هاد الهرهورة. الرسالة ديالنا الساكنة ديال هرهورة خاصهم يتعاونوا معنا، ما بقاش يلوحوا الأزبال لأن هاد الشي كيضر بهم وضر بالأطفال ديالهم. وملاحظة جد مهمة أن السلطات متعاونة معنا، عطينا جميع الوسائل من ترانسبور وماتريال وكل شيء. عبد النور حنان، المهم أنا منخلصة في هذه الجمعية ديال المنتدى وخدمنا تقريبا دابا شهر. إن شاء الله كان هذا الشيء مزيان بزاف، وحتى الساكنة متعاونين معنا ومتضامنين، ونتمنى إن شاء الله نزيد القدام. كيف ما قلتي كنساء، فهذا متعلق بالنساء اصلا من ناحيه ديال النظافه، ومتعلق بينا وحتى بالنظافه ديال الحي ديالنا والنظافه ديال وليداتنا. وحتى الناس سبحان الله كيتعاونوا معنا وفرحانين بينا. كاينين الناس اللي كيتطوعوا كيعاونونا، وكاينين الناس اللي كيعاونونا بكلمه زوينه. كانوا بؤر كثير خصوصا في لا في الناحيه ديال الشاطئ ولا في الناحيه ديال الازقه، كانوا بؤر كثير. الرساله ديالي بان الناس يحافظوا على النظافة ديال الشاطئ، هادي أول حاجة، لأن الناس هادي هو الملجأ الوحيد ديالهم، سواء في الصيف سواء في لونطريمو ولا أي حاجة، والأزقة كذلك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.